انسحب الفرنسي ميشيل بلاتيني من سباق الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بلاتيني أرجع قراره لعدم امتلاك الوقت والوسائل للمضي قدما. تعادل المنتخب الأولمبي السعودي مع نظير الكوري دون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهم اليوم في دبي، وذلك في إطار استعداد الأخضر الأولمبي لخوض منافسات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية. في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري لكرة القدم، سجل النادي الأهلي فوزا على اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة محتلا المركز الثالث.